ذنب كلما أبتعد عنه أقوم بفعله مرة ثانية، هل يقبل الله التوبة مني؟ نعم يقبل التوبة منك. وكلما عدت إلى الذنب عد إلى التوبة واسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يحميك من هذا الذنب، وكن صادقا مع الله تبارك وتعالى، ولو عدت إليه مرة ثانية تب مرة ثانية، لكن لا تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم.